سرية تامة وقعت شركة عرب سكرين للإنتاج الفني عقداً مع الفنان أحمد السقا لبطولة مسلسل جديد بعنوان خطوط حمراء. يعود به السقا للدراما التلفزيونية بعد غياب 13 عاماً منذ آخر أعماله، وهو مسلسل رد قلبي عام 1998. المسلسل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق، ومرشح للبطولة أمام السقا الفنانة هند صبري. العمل يتناول حالات الفساد السياسي والاقتصادي في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة وحتى قيام الثورة. كان السقا ينوي خوض عمل درامي في موسم رمضان الماضي، لكن المشروع تأجل مرتين بسبب ارتباطاته السينمائية والظروف السياسية التي مرت بها مصر مؤخراً. عشان تكبر في هالبلد لازم تعرف إن ليها أربع سكة. دلني على سكة واحدة بس. في الاستيراد ولا في التصدير؟ دينج دينج. شوف نفسك بقيتي عامله ازاي. بص هات صورتك لما جيت وانت تعرف مين اللي عملك كده. سماحتي مش كانت تخصني؟ ده ما وراهوش حاجه غير اذيتي. جو اجت بدي السلامه بيتش رايت ناو. انا يوسف يا سماح. الفلوس راحت. البضاعه كمان.